mimi nipo kwenye shule ya Istiqama Mwanza. Lakini ya jamaa, tuna matatizo. Almushkila halha biidkum ya Laman. هذول آخر مرحلة لهم في هذه المدرسة، مدرسة الاستقامة الابتدائية والإعدادية. بعد كذا ما عندهم مدرسة ثانوية، ما عندهم مبنى. إذا رسالتنا لأهل عمان، لأهل الخير، بأن يساهموا في بناء مدرسة الاستقامة الثانوية لهؤلاء الطلبة. من يطلعوا من هني يلقوا في مدرسة تترياهم. فيا جماعة كينا موجة ريالي موجة. فيا أهل عمان، يا أهل الخير، تويني نشانغو. والحين بنطلع من هذه المدرسة للمدرسة اللي أنتوا بتساهموا بإذن الله في بنائها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وصلنا لمكان بناء المدرسة الثانوية، مدرسة الاستقامة. هذول الطلاب وأولياء أمورهم يتمنوا ويدعون المحسنين أنهم يساهموا في إكمال بناء هذه المدرسة، ليستفيد أبنائهم العمانيين المقيمين في موانزة والمسلمين بشكل عام اللي بيدرسون المرحلة الثانوية. بحط لكم أرقام الحسابات، همتكم يا أهل الخير، ريال فوق ريال هذه المدرسة بإذن الله بتكتمل، وكل هؤلاء الطلبة راح يدرسوا في هذه المدرسة. شوفوا يا جماعة الخير، المدرسة اللي بوريكم إياها الآن هي مدرسة الاستقامة الابتدائية والإعدادية. هذه المدرسة من بناها؟ أنتم المحسنين أهل الخير اللي تكاتفتوا وجمعتوا ريال فوق ريال من أجل أن تكتمل أو يكتمل بناء هذا الصرح العلمي، هذه المدرسة اللي ما شاء الله تبارك الرحمن من يهال صغار إلى المرحلة الإعدادية. هذه المرحلة الثانوية بيبنى لهم مثل ما تكلمناكم بيبنى لهم مدرسة أخرى. إذن يا جماعة الخير، مثل ما تلقوا تعليمهم في هذه المدرسة علينا أن نتكاتف من أجل أن يكملوا تعليمهم بإذن الله تعالى في المرحلة الثانوية الهمة يا أهل الخير. تعالوا الحين معي نبقى نصور من الإصغارية إلى الكبار. تعالوا معي بندخل شيء من الفصول الحلوة هذه اللي عندهم. تعالوا بنشوف اليهال وهم يدرسون الحين. تعالوا معي، تعالوا معي، تعالوا شوفوا ما شاء الله. السلام عليكم. ما شاء الله تبارك الله، شكرا، احسنتم، جلسوا. ما شاء الله، هذه المرحلة الابتدائية، شوفوا قاعدتنهم الأستاذة الله يحفظها تعلمهم الحين، وهذا أيضا الطاولات والكراسي كل شيء مهيئ لهم. الله يحفظكم، الله يحفظ كل من تبرع، الله يحفظ كل من ساهم من أجل أن يأخذ هؤلاء الأطفال تعليمهم. أنا سامبو يسجل في دفتر الزيارات، شوفوا الكل هني، الكل يتريى سامبو وهو يسجل في الدفتر. شوفوا الاهتمام سامبو، اليوم تلو وجودك بإذن الله نبا تأمر بخمسين ألف. تم، جزاك الله، 50 ألف ايش بتبرع؟ شوفوا يا جماعة هني المرحلة الابتدائية والإعدادية، بعدها خلاص لا خلصوا من هذه المرحلة معناته يقعدوا في بيوتهم ما في تكمل التعليم. إذن هذا الشيء اللي احنا جايين عشانه، من بحيث أن هذول من يطلعوا من هني يروحوا للمدرسة الثانية اللي أنتم بتبنوها لهم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ ما شاء الله ما شاء الله، تفضلوا استريحوا استريحوا. هذه المرحلة الابتدائية، كل هذول الطلبة والطالبات هذه آخر مرحلة لهم في هذه المدرسة. إن شاء الله إذا تكاتفنا جميعا في هذاك الجبل راح تكون مدرستهم القادمة المدرسة الثانوية، وإن شاء الله بنوقف على مكان البناء بإذن الله تعالى. ميميني بوكويني شو لي استقامة موانزة؟ إيش اللي جايبنا إحنا موانزة؟ إيش جاي نسوي في تنزانيا؟ يا أهل عمان، يا أهل الخير،
يلي تبى تفعلون الخير. احنا في مدرسة الاستقامة الابتدائية والاعدادية، هذولا المرحلة الاعدادية، هذول الطلبة لا طلعوا من مدرسة الاستقامة هذه ما عندهم مكان يدرسوا فيه، معناته بيقعدوا في بيوتهم خلاص، بينحرموا من الدراسة الثانوية ومن التعليم الثانوي، وهذه مرحلة مهمة في تعليم هؤلاء الطلبة وهؤلاء الأطفال. جمعية الاستقامة قالت ما نخليهم، بنبدأ وبنحفر الساس حتى لو نعمل المستحيل. فافتحوا الآن باب التبرعات من أجل بناء مدرسة الاستقامة الثانوية، اللي هؤلاء الطلبة فيهم عمانيين ومسلمين، وفي هنا أيضا من موانزة مسلمين بيدرسون الثانوية. فساهموا يا أهل عمان يا أهل الخير أن نتبرع ريال فوق ريال من أجل أن نكمل بناء المدرسة الثانوية في موانزة. لا تحرموهم التعليم، ريال ريال. بحط لكم الآن طرق التبرع، وبحط لكم رابط تتبرعوا بكل سهولة، وبحط لكم أرقام الهواتف. وجمعية الاستقامة جمعية عالمية ومعتمدة ومعروفة في عمان بشكل كبير. الحين من هني تعالوا بروح أوريكم وين مكان بناء المدرسة الثانوية. إيه هراكا هراكا عينا بركة، هراكا هراكا عينا بركة.